السلام عليكم. ولا نطلب منكم تسمحوا لي يعني بالتريكوت بو اليوم، سخانه كبيره عندنا، سخانه الحصول. اليوم حبيت نتكلم على موضوع مهم جدا وعزيز علينا في الحقيقه، وهو موضوع مغرب الشعوب. وعلاه نتكلموا على مغرب الشعوب؟ يعني في الحقيقة هذا الحلم القديم، الحلم اللي ماتوا ناس كبار ورجال عظماء بلا ما يقدروا يحققوه للأسف الشديد، نتكلم عليه اليوم وقتاش رانا قد هكا له، يعني بين عاشية وضحاها تقلبوا الأمور، يعني والشي اللي صرا في المنطقة والثورات الشعبية اللي صرات، يعني خلات هذا الحلم هذا صدفة قرب لنا، يعني رجع من المستطاع ومن الممكن. في الحقيقة يعني هو المغرب، هذا المغرب الشعوب، وكان موجود في التاريخ يعني القديم. نعرفوا باللي في وقت المرابطون ثم في وقت الموحدون تأسس، في الحقيقة تأسس تقريبا يعني، وتمد حتى لإسبانيا يعني في الأندلسية. هو اليوم في الوقت الحالي رانا عدنا في مجموعات كبرى، يعني العالم راه متجه إلى مجموعات كبرى، نروحوا للوقت وين ما يبقاوش البلدان صغار، كل بلاد وحدها، يوليو مجموعات اقتصادية وجغرافية كبيرة، يقعد دو غرونز انسومبل ريجيونو رايحين ليها. ولكن احنا فيما يخصنا احنا ربما عندنا امكانيات احسن من الناس الاخرين، مثلا من اوروبا. لما تشوف اوروبا اللي قدرت تكون مجموع كبير وملتحم اقتصاديا وفي يعني في كل الميادين، في الوقت يعني ما عندهمش نفس اللغة، حتى من الأديان تتفرق، حتى من الوغ، احنا كل شيء يجمعنا في الحقيقة، يعني شعب واحد، لغة واحدة، مزيج عرقي يعني واحد اللي يتكون من العرب ومن الأمازيغ، دين واحد، تاريخ واحد، حضارة واحدة وثقافة واحدة، وحتى يعني الوجه يعني الفاسياس، يعني يكون تروح تاخذ ليبي وتونسي وجزائري ومغربي وموريتاني تحطهم تتفهم واحد هذا واحد، وتجيب واحد فرنسي تقول له قول لي وشكون هذا وشكون هذا، ما ينجمش يفرق، ما ينجمش يفرق، حتى كون يتكلموا صعيب باش يفرق، يعني صوف اللي يعرف مليح هذه يعني. وزيد بزياده مثلا قادر تروح تجيب واحد اللي يسكن في الحدود المغربيه في الجزائر مثلا، اللي يسكن في وجده ولا عنده اللغه تاعو قريبه على لغه المغاربه، واللي يسكن في تبسة في الحدود التونسية قريبة على التوانسة وهي رايحة، هذه يعني شيء معروف يعني في الحقيقة. وهنا الشعوب نتاعنا متكاملة في الحقيقة، والإمكانيات اللي عندنا، عندنا إمكانيات عظيمة، عندنا موارد طبيعية كثيرة، عندنا موارد فلاحية، عندنا الصيد البحري، تقريبا عندنا تقريبا اكثر من 6000 كيلومتر يعني ساحل بحري، يعني باش تشوف يعني الموارد اللي عندنا. عندنا اكبر صحراء في العالم، عندنا جبال شامخه تضرب من ليبيا حتى لوسيون اتلانتيك، عندنا سهول هضاب غابات، عندنا مناظر خلابه، عندنا امكانيات سياحيه عظيمه والى غير ذلك. يعني الجماهير المغاربية، وهذه أكبر ثورة نظن، هي الأغلبية نتاعها متكونة من شباب، تقريب 70% من الشعب هذا عندهم قل من 30 سنة، وأغلبيتهم متعلمين، وأحسن من هذا أغلبيتهم يتكلموا على الأقل 2 لغات، على الأقل الأمازيغية والعربية، وما نهضروش على اللغات الأخرى. لا وزيد، هذا المغرب يعني الكبير، مغرب الشعوب، هو في ذاته جسر
جسر اقتصادي ما بين افريقيا واوروبا. لا، افريقيا من ينجموا يفوتوا على اوروبا حتى يفوتوا على المغرب، والعكس صحيح. ثقافي، جسر ثقافي ما بين الشرق والغرب. حضاري ما بين المسيح والمسلمين. يعني جسر في قدان من ناحية، والمغرب الكبير ثاني. ما ننساوش باللي يكون يعني من بلدان البحر الأبيض المتوسط، عنده كمية معتبرة من البحر الأبيض المتوسط، يعني كي تحكم من المغرب حتى الحدود الليبية مع مصر. يعني الحقيقة يعني سي اون غروند بوتنسياليتي اي كومبري ميديتيراني. وبصفة عامة المغرب همزة وصل بين الشعوب، بين الشمال والجنوب، بين الغرب والشرق، بين الإسلام والمسيحية، بين أمور يعني متناقضة، ولكن احنا نقدر نكونوا همزة وصل وجسر. وهذا الشيء هذا أصبح ممكن تقريبا يعني كما قلت قبيل بين عشية وضحاها. لا خطر شيء هذه شهر برك، ما كانش يعني واحد كان يتصور باللي تونس قادرة تحرر روحها. الشعب التونسي ينفض على روحه نظام من أقمع ومن أقبح ومن أنظمة ديكتاتورية في العالم. ونفس الشيء في ليبيا. ليبيا يعني العائلة هذيك عند القذافي هذا 42 سنة بشوية بشوية رجعها أكثر من مملكة خاصة، رجعها مزرعة، شغل شبه مزرعة، حقل بترولي رزقي تاعو، يعني ما واحد ما يهضر معاه. شكون كان يتصور باللي المروك المغرب تاع حسن الثاني والقمع اللي كان يسيد فيه يعني يتوصل بنو جلالة الملك محمد السادس، يعني هذا الملك شاب يعني يقترح إصلاحات دستورية ومؤسساتية اللي قادرة تدي بشوية المملكة إلى اتجاه برلماني، فارين مونارشي برلمانتير، ولو مش كافي في الحقيقة. ولكن احنا أنا نظن باللي نقدروا نتفائلوا، خاطرش علاه تلاقاو الملك المغرب تلاقى مع المجتمع نتاعو، مجتمع ثاني نشيط جدا ونزيه جدا ومملوء بالشجاعة، ولكن ثاني بنفس الوقت مجتمع يعني عنده معنويات وعنده نظرة هائلة ومجتمع مثقف يعني في الحقيقة. ونحن متفائلين باللي يتلاقاو مع بعضهم البعض. ومحمد السادس لربما من أذكى الحكام تاع المغرب، وعلى باله بروحه باللي من الأحسن، ومن الأحسن ليه بنفسه والمملكة نتاعو والمستقبل نتاعو، باش يمشي في اتجاه واحد مع الشعب نتاعو ومع الشيء اللي يحبه الشعب المغربي. دونك هذه المشكل، دونك هذه هي المشكل اللي باقي درك باش نطرحه، الإشكال لاتجاه نحو مغرب كبير مع مغرب الشعوب. باقي درك اليوم الحمد لله تونس راهي رايحة في طريق سليم، ليبيا رايحة في طريق سليم. نتمناو برك باللي الناس اللي داروا ثورة في وسط الشعب هذا التونسي، وهما منهم كاين إسلاميين متطرفين نوعا ما، سلفيين متطرفين نوعا ما، وهما من حقهم يمارسوا السياسة، ولكن باش يلقاو وجود سياسي في هذا المجتمع لازم حتى هما يقبلوا كاين قواعد الممارسة السياسية هذه، باش ما نقولوش قواعد اللعبة يعني، اللي يقبلوا باللي الديمقراطية قبل كل شيء، ديمقراطية في مفهومها العالمي، يعني حقوق الإنسان محترمة. ولو احنا ما نستوردوا يعني مناهج من
مخدومه في الغرب نجيبوها كما راهي، ولكن كاين اليوم دخلنا في 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 نظره عالميه لبعض المناهج، لبعض certains concepts ont maintenant une conception universelle notamment en matière de droit de l'homme. دونك انا نتمنوا باللي هاد التوانسه والليبيين خاوتنا ما يخليوش الامور تغلب عليهم ويلقاو روحهم في ازمه سياسيه. لازمهم يفهموا باللي هذا كل واحد يسمح من حقه باش نمشيو مع بعضنا ونأسوا دول حقيقيه ديمقراطيه سيده فيها العداله الاجتماعيه وحقوق الانسان وركبه على القيم نتاعنا على كل حال. دونك الامر واحد اخر اللي راهو قادر يعرقل هذا البناء المغرب الكبير هو الجزائر بلادنا للاسف الشديد. يعني دركا راح تبقى اخر دوله اذا يعني المغرب يكمل في الانفتاحات السياسيه نتاعو تبقى الجزائر اخر دوله ديكتاتوريه. واكثر من هذا مش حتى ديكتاتوريه كما تونس وليبيا خرج هذوك على الاقل ديكتاتوريه الجهر. احنا نتاعنا هنا ديكتاتوريه تحت غطاء ديمقراطي لاعبينها، كاين برلمان كاين سينا كاين كونساي كونستيتيوني كاين كلش بصح مظاهر ومن تحت السلطه الحقيقيه بين ايادي ميش يعني باينه. وشي احنا نعلموا اليوم، وانا سبق لي تحدثت على الموضوع هذا، نعلموا اليوم باللي الرئيس بوتفليقه استرجع حقيقة السلطة في الجزائر. نقدر نقولوها اليوم لو بريزيدون بوتفليقة a réussi à recouvrer la quasi totalité du pouvoir en Algérie. Le pouvoir n'appartient plus à la junte. السلطة ما بقاتش بين ايادي هذوك الجنرالات. بوتفليقة استعمل الثروة هذه اللي طاحت على الجزائر يعني بعد ما طلع سعر البترول والغاز شراهم كل رشاهم وجبد بهم الزربيه باش نقولوها كيما راهي. ولكن للاسف الشديد احنا كنا نتمنوا باللي يدير هذه الخطه هذه في مصلحه الشعب باش يرجع يدي السلطه من هذ الناس اللي سلبوها منا واستعملوها لاغراضهم الشخصيه باش يعريوها للبلاد وباش ياكلوها ويجردوها. احنا كنا نتمنوا باللي بوتفليقه يدي لما السلطه ويرجعها للشعب. للاسف الشديد داها لهذ الناس وحتى بين ايادي ناس اخرين لا ربما كرشم كبير على الاخرين. حنا نتمناو باللي يسترجع عقله ويعرف باللي توت فاسون اذا يحب البلاد هذه ما توصلش للعنف وما توصلش للانتفاضه دمويه وما ما توصلش باسكو ما ينجمش يرشي الشعب كامل كل الوقت. ما ينجمش يبنج الشعب بالدراهم كما راهم يديروا درك كل الوقت. يجي نهار وانت تطردك الضغط يكون اقوى من هذيك لا سوباب هذيك تاع اللي مديرينها باش تخرج الضغط وتتفلق الكوكوطه. مالا اذا راهم عندهم ذكاء ادنى يعني بالاخص الرئيس بوتفليقه هو انه يرجع السلطه والسياده للشعب الجزائري ويخلي جو ينضج جو حقيقي من المعارضه الحقيقيه مش الاحزاب اللي راهي تاكل لهم في يديهم، ينضج ويخرج من وسط الشعب بالاخص من وسط الشبان. لازم الشبان هما اللي يقيدوا المستقبل الا الكبار تاع الماضي، اما المستقبل للشبان مش للكبار. لازم الشبان هما اللي يخوضوا الموقف وهما اللي يسيروا السفينه. دونك بوتفليقه في استطاعته درك يخلي اسمه في التاريخ حقيقه اكثر من كل الرؤساء اللي سبقوه. داكشي الرؤساء اللي سبقوه كل ما داروش الخير في البلاد بالاخص الرئيس اللي جابوا اللي حطوا اللي داروا. وهذا مش الموضوع تاع اليوم، ولكن يعني نقولوها للناس يعني اللي مش موافقين معنا. بوتفليقه راه اليوم بين يديه امكانيات حقيقيه باش يدخل في التاريخ اذا يرجع السلطه والسياده لهذا الشعب. والجيش يحكموا الثكنات ويقوموا بالمهمات نتاعهم اللي هي حمايه الوطن
موش باش يسيروا البلاد ولا يعمروا جيبهم ولا يعمروا لي كونت اون بانك تاعهم اللي في الخارج، باش نقولوها كيما راهي ما كان لا يلعبوها لنا على الكره. ولا الرئيس بوتفليقه راهو قادر يدير كيما مليك المغرب اللي يعرف كيف يسير مع المجتمع نتاعو باش ما يوصلش الكارثه. هذه هي. ولو كان الرئيس بوتفليقه يتمشى بهذه الصفه الذكيه، الصفه الكريمه على كل حال، الشعب راه ما ينسالوش الخير، والشعب والتاريخ ما ينسالوش هذا الخير. اما الناس اللي ما مشاوش بهذه الصفه مع الشعوب نتاعهم وما كانوش كرماء مع الشعوب نتاعهم، ما كانوش عدلاء مع الشعب نتاعهم، ما كانوش قايمين مع الشعوب نتاعهم، راهم اليوم في مزبله التاريخ، ولا ربما اكثر من هذا، اكثر من المزبله. انا نشوفه في بن علي وراه، ورانا نشوفه في قذافي وراه، ورانا نشوفه في مبارك وراه. هذه هي يا اخواني، ونتمنوا ان شاء الله تاسيس مغرب الكبير عن قريب. السلام عليكم.